كنبغي في البدايه كما قلت نشكر السيد الوالي والسيد العامل عايز الحي المحمدي والسيده الرئيسه على العمل اللي دار منطقه الحي المحمدي وخصوص في الزرده ديال الشهر الخير وديال والبطوار اللي باقي كنتسناو تصور نهائي ديالو نطلعوا عليه كمجلس وكمقاطعه باش نعرفوا فين غادي الامور. فمن جانبي كنبغي نشكر الاخوان ديالنا ونبغي ناكد السيده الرئيسه وكنشكرها على الاستجابه للملتمس الاخوان ديال تشكيل لجنه تقصي الحقائق مركب محمد الخامس. ولكن واحد النقطه اخرى ديال يوم دراسي على الممتلكات باقي كنتسناو الى يومنا هذا تحدد الوقت ديالو مزيان. في دوره فبراير السيده الرئيسه قلت بان الاخوان كانوا كيحتفلوا بتبادل التعريفه ديال الطران وقلت بان من خلال الكلمه ديال السيده الرئيسه الثمن الحقيقي غيتحدد في ماي. وبالفعل الان الثمن كيتحدد في ماي وكتزاد في التسعيره ديال الطران. انا نبغي نقول بصفه عامه السيده الرئيسه انكم كتوجهوا للحلول السهله. الحلول السهله اللي كتقيس جيب المواطن وجيب الفئات المتوسطه ديال البلاد. في الوقيته اللي تكلم السيد النائب المفوض ديال الممتلكات على ان حنا في الممتلكات عندنا 13 مليار ديال الدولار اللي باقا هربانه لينا كامله، عوض ما يدار مجهود في هذا الجانب وحنا بالنسبه للولايه وندير مجهود الممتلكات ونتمنوهم ونجيبوا المداخل القويه للدار البيضاء كنمشيو لجيب المواطن كنزيدوا عليه درهم في الترام. في الوقيته الاخوان كياخذوا المثال من مدن اخرى الرباط حدانا ما عمرهم زادوا في الترام. كنمشيو للزياده الصاروخيه على المقاولات الصغرى والاستثمارات. في الوقيته اللي الجميع كيبغي يشجع هذه المقاولات كنجيو كنزيدوا عليهم في رخصه مطابقه التصميم من 0 درهم ل 5000 درهم، ومن بعد ما يخلص 5000 درهم باش يمشي ياخذ رخصه تجاريه باش يمشي يخلص من 2000 ل 4000 درهم. واش بهذه الطريقه غنشجعوا المقاولات الصغرى؟ بهذه الطريقه غنشجعوا خلق فرص الشغل. في الوقيته اللي خلينا ممتلكاتنا فيها 13 مليار ديال الدولار ما مشيناش ليها. جوج نبغي نتكلم على كنيسه القلب المقدس وهما جوج نقط فيه. اولا الاتفاقيه اللي معاه اللي دارت واللي يجب المراجعه ديالها في اسرع وقت ممكن، لان في الوقيته اللي كنعطيو لكازا ايفنت انها هي تستخلص المداخيل وانها تاخذ اكثر من 80% ديال المداخيل وتجي عندنا عاد تعطينا النسبه وتقدر تقول لنا بان عندنا عز ونخلصوا. جوج في الوقيته اللي وسط مدينه الدار البيضاء كيفتقد لاي مؤسسه اللي ممكن تستقبل التظاهرات الثقافيه الكبرى في الدار البيضاء كنجيو كنحدوا تعريفه باهظه ديال هاد الكنيسه. وكنقولوا بهذه المناسبه الجمعيات اللي غير ربحيه الجمعيه اللي عندها رغبه انها تخلق ثقافه معينه ان ما عندكمش بلاصه في هاد الكنيسه. مساله المنح المشكل ماشي تقني ماشي في الرقمنه او غير ذلك، المشكل سياسي هو كيتماشى مع التصور من الاول ان احنا في 30 ما كاينش تصور اجتماعي وثقافي للمدينه. والدليل ان لحد الساعه هذه الجمعيات لم يستفيدوا من اي منحه بخصوص الجمعيات الثقافيه. نبغي ندير مناشده للسيد الوالي ان حل الوقت تراجع على القرار السابق اللي كيخص المقاطعات بالنسبه للكراسي المتحركه وبالنسبه للجانب الاجتماعي، لان كاين اشكال كبير فيه وكيمس المواطنين وحنا دورنا هو سياسه القرب. فبالتالي خاص هذا الموضوع يتم التراجع عليه ويتم تفعيل ريبليك اللي خاصه بهذا الجانب.